Mr. President. سيد الرئيس، سيداتي وسادتي، I didn't intend to come here this year. لم تكن نيتي الحضور في هذا العام. بلادي تخوض حربا تكافح للبقاء، ولكن وبعدما سمعت الأكاذيب والتهم الباطلة التي وجهت إلى بلادي من الكثيرين من تحدثوا من هذا المنبر، قررت الحضور هنا لأصوب الأمور. قررت أن آتي هنا لأتحدث باسم شعبي، لأتحدث باسم بلادي، ولأتحدث وأقول الحق. كلمة الحق هذه هي أن إسرائيل تسعى للسلام، إسرائيل ترنو إلى السلام، إسرائيل حققت السلام وستحقق السلام مرة أخرى. وبالرغم من ذلك نواجه عدوا شرسا يسعى إلى القضاء علينا وإبادتنا، وعلينا أن ندافع عن أنفسنا في وجه هؤلاء القتلة الوحوش. إن أعداءنا لا يسعون إلى تدميرنا فحسب، بل يريدون تدمير حضارتنا البشرية لنتحول جميعا إلى عصور مظلمة فيها الإرهاب والطغيان. وعندما حضرت في العام الماضي قلت أننا نواجه نفس الخيار الأبدي الذي عرضه النبي موسى أمام شعب إسرائيل قبل آلاف السنين، ونحن مع قرب وصولنا إلى أرض الميعاد. قال لنا النبي موسى أن أفعالنا سوف تحدد ما إن كنا سنترك لأجل المستقبل نعمة أم نقمة، وهذا ما نواجهه اليوم من خيار. ونحن نواجه نقمة عدوان إيران المستمر، أو نعمة مصالحة تاريخية ما بين العرب واليهود. وفي الأيام التي تلت ذاك الخطاب فكانت النعمة التي تحدثت عنها محل التركيز. صفقة تطبيع ما بين العربية السعودية وإسرائيل كانت تبدو أقرب من أي وقت سبق، ولكننا شاهدنا نقمة السابع من أكتوبر. الآلاف من إرهابي حماس بدعم إيران من غزة اجتاحوا بلادنا بالشاحنات والدراجات النارية وارتكبوا فظائع، قتلوا بشريك شكل واحد شيء 1200 شخص، اغتصبوا النساء وشوهوهن، قطعوا رؤوس الرجال، أحرقوا الرضع وهم أحياء، أحرقوا أسرا بكاملها، أطفالا رضعا، أباء وأجدادا، في مشاهد ذكرتنا بهولوكوست النازيين. اختطفت حماس 251 شخص من العشرات من البلدان المختلفة، جرتهم إلى أنفاق غزة. إسرائيل قد أعادت 154 من هؤلاء الرهائن، منهم 117 أعيدوا أحياء. أؤكد لكم أننا لن نرتاح حتى نحرر ما تبقى من الرهائن. وبعض أقربائهم حضروا معي اليوم، أطلب منكم أن تقفوا. معنا إلي ستيفي، ابنه إيدان اختطف من مهرجان نوفا الموسيقي، كانت هذه جريمته، ذهب إلى مهرجان موسيقي وغنائي، وهؤلاء الوحوش القتلة اختطفوه. كوبي سميرنو ابنه جوناثان قتل وجثته جرت إلى الأنفاق غزة، يحتجزون بل يرتهنون جثة. سليم الأطرش أخوه محمد جندي عربي إسرائيلي شجاع قتل، جثته أيضا جرت إلى غزة، كما جرت جثة ابنة إفات حيمن في بار التي قتلت بوحشية في نفس المهرجان الموسيقي. معنا شارون شرابي أخوه يوسي قتل، ونحن نصلي لسلامة أخيه الأكبر إلي الذي يبقى رهينة في غزة. وأرى لفسج من كيبور بيرعوز، كيبوتس محية بالكامل على يد الإرهابيين،
وبفضل الله فقد أطلقنا سراح أمه، ولكن أبوه عديد يبقى يعاني في جحيم إرهابية في بطن الأرض تديرها حماس. أعدكم أننا سنعيد أحبتكم إلى ديارهم ولن نوفر جهدا حتى يتم هذا السعي المقدس. سيداتي وسادتي، نقمة السابع من أكتوبر بدأت عندما اجتاحت حماس إسرائيل من غزة، ولكنها لم تتوقف عند ذلك الحد. اضطرت إسرائيل بعد ذلك للدفاع عن نفسها على جبهات ست أخرى بتنظيم إيران. في الثامن من أكتوبر هجمت علينا حزب الله من لبنان، ومنذ ذلك الحين وهي تطلق أكثر من 8000 صاروخ على مدننا وعلى قرانا وعلى مدنيينا وأطفالنا. وبعدها بأسبوع قام الحوثيون بدعم إيران من اليمن بإطلاق المسيرات والصواريخ على إسرائيل، وهي الأولى من 250 هجمة مماثلة منها هجمة استهدفت تل أبيب بالأمس. وإن ميليشيات إيران الشيعية في سوريا والعراق استهدفت إسرائيل العشرات من المرات في العام الماضي أيضا. وبدعم إيران فإن الإرهاب الفلسطيني في جودة وسامرة اقترف العملية الإرهابية فيها وفي كافة أرجاء إسرائيل. وفي نيسان أبريل الماضي والمرة الأولى قامت إيران بشن هجمة مباشرة على إسرائيل من أراضيها، أطلقت 300 مسيرة وصاروخ كروز وصاروخ بالستي ميسر علينا. أنا عندي رسالة إلى طغاة طهران، إذا ضربتونا سنضربكم. ما من مكان في إيران لن تصله ذراع إسرائيل الطويلة. هذا حق وينطبق على الشرق الأوسط برمته. نحن لسنا خرافا تقاد إلى المذبح. إسرائيل تكافح وتدافع بشجاعة وبتضحية. وعندي رسالة أخرى أوجهها إليكم وإلى العالم خارج هذه القاعة. نحن المنتصرون. سيداتي وسادتي، إسرائيل تدافع عن نفسها ضد إيران في حرب سبع جبهات، والخط الذي يفصل بين النعمة والنقمة واضح كل الوضوح. هذه خارطة عرضتها عليكم في الأسبوع في العام الماضي، وهي النعمة، تبين إسرائيل وشركاتها العربية تشكل جسرا بريا يربط ما بين آسيا وأوروبا، جسر يربط ما بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. وعبر هذا الجسر سنمهد ونضع سكك حديدية وأنابيب للطاقة وكيبلات البصرية لتخدم ملياري نسمة. فلننظر الآن إلى الخارطة الثانية. هذه الخارطة الثانية، هذه هي النقمة، خارطة فيها هنا قوس من الإرهاب أقامته إيران من المحيط الهندي إلى الأبيض المتوسط. إن هذا القوس السرطاني يقطع الأرزاق، يقطع التجارة، يدمر الملايين، يدمر الأمم من داخلها، ويفرض المعاناة والبأس على الملايين. هذه خارطة النعمة، نعمة مضيئة، مستقبل مفعم بالأمل، وفي اليد الثانية مستقبل مظلم، مستقبل اليأس والبأس. وأن رأيتم أن هذه الخارطة السوداء هي نقمة على إسرائيل فقط، إن اعتقدتم ذلك فلتشاوروا أنفسكم، لأن العدوان الإيراني إن لم يتوقف سيهدد كل دولة في الشرق الأوسط على حداها، ودول أكثر من ذلك بكثير في العالم الغربي، لأن إيران تريد بث سمومها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط. لهذا تمول الإرهابيين في خمس قارات، لهذا تقوم بإنشاء وتجميع الصواريخ البالستية المسلحة برؤوس نووية لسنوات طويلة. تسامح العالم مع إيران وقد غض النظر عن عدوانها الداخلي والخارجي. هذه الطردية عليها أن تنتهي، وعليها أن تنتهي الآن.
أيها العالم، أممكم عليها أن تدعم شعب إيران الشجاع الذي يريد أن يتخلص من النظام الطاغي. الدول عليها أن تدعم إسرائيل في دحر عدوان إيران، عليها أن تنضم إلى إسرائيل لتوقف برنامج إيران للسلاح النووي. في هذه المنظمة في مجلس الأمن سنجري اجتماعا بعد عدة أشهر، وأنا أدعو مجلس الأمن لأن يقوم بفرض الجزاءات المامية على إيران مرة أخرى، إذ علينا أن نبذل قصارى جهدنا حتى نضمن عدم تملك إيران للأسلحة النووية. لعقود مضت وأنا أحذر العالم من برنامج إيران النووي، وإن أعمالنا قد أجلت بزوغ فجر هذا النظام بهذا البرنامج بعقد تقريبا، ولكننا لم نوقفه، عطلناه ولكننا لم نوقفه. إيران تسعى الآن إلى تسليح برنامجها النووي خدمة لأمن وسلام بلدانكم أنتم، خدمة لأمن وسلام العالم بأسره. علينا ألا نسمح لذلك بأن يحدث. أؤكد لكم أن إسرائيل لن تدخر جهدا لتضمن عدم حدوث ذلك أبدا. سيداتي وسادتي، السؤال المعروض علينا الآن بسيط. أي من هاتين الخريطتين اللتين عرضتهما عليكم ستشكلان مستقبلنا؟ أهي نعمة السلام والازدهار لإسرائيل وشركاتنا من الدول العربية وباقي العالم، أم أستكون نقمة إيران وأذرعها التي تبث الفوضى والدمار في كل مكان؟ اختارت إسرائيل النعمة. نعمل على بناء شراكات لأجل السلام مع جاراتنا العرب، مع مكافحة قوى الإرهاب التي تهدد ذلك السلام. ولعام تقريبا فإن رجال ونساء قوات الدفاع الإسرائيلية يكافحون ويهزمون قوات حماس الإرهابية في 7 أكتوبر، يوم ذلك الهجوم. 40,000 إرهابي، جيش إرهابي مسلح بأكثر من 15,000 صاروخ بحوزته 350,000 من أنفاق الإرهاب، شبكة تحت الأرض تفوق بحجمها نظام شبكات مترو الأنفاق في نيويورك، شنت هجمة على بلادي. بعد ذلك بعام قام جيش إسرائيل بقتل أو اعتقال أكثر من نصفهم، ودمر 90% من ترسناتهم الصاروخية، وقد دمر أجزاء أساسية من شبكة الأنفاق الإرهابية. وفي عمليات عسكرية كبرى دمرنا نصف بل بالكاد كل القوات وكتائب حماس، 33 من أصل 34 كتيبة. ونحن الآن نعمل على تدمير ما تبقى من قدرات حماس القتالية، نغتال القادة الإرهابيين على أعلى المستويات وندمر البنية التحتية الإرهابية. وفي كل ذلك، وأنا أكررها، وفي كل ذلك نركز على مهمتنا المقدسة، إعادة الرهائن إلى ديارهم، ولن نكف حتى يتحقق غرضنا. السيدات والسادة، حتى مع تقلص قوات حماس العسكرية بهذا الحجم الهائل، يبقى الإرهابيون قادرون على السيطرة على غزة إلى حد ما، يسرقون الغذاء الذي نمكن الهيئات الإنسانية من إدخالها إلى غزة، تسرق حماس هذا الغذاء ثم تبيعها بأسعار هائلة. يقومون أولاً بإملاء بطونهم، ملء بطونهم بالأكل، ثم يملؤون جيوبهم بالمال الذي يبين عيونه ويجون منه الربح من بيعهم لهذا الطعام المسروق، وبهذا يتمسكون بالسلطة. وهذا الإرهاب عليه أن ينتهي، وسوف نعمل على إنهائه. والسبب بسيط، لأن حماس إذا ما بقيت على سدة الحكم فإنها سوف تلم شملها وتجدد تسلحها وتكرر هجماتها على إسرائيل مرة تلو الأخرى تلو الأخرى. لهذا على حماس أن تباد. Just
فلنتخيل لمن يقول أن حماس عليها أن تبقى، عليها أن تكون جزءا من غزة ما بعد الحرب. فلنتخيل في ظروف ما بعد انتهاء الحرب، في الحرب العالمية الثانية، أن نسمح للنازيين في 1945 أن يعيدوا بناء ألمانيا. هذا أمر لا يمكن تخيله، هذا مضحك، لم يحدث في ذلك الحين ولا يتكرر الآن. لهذا سترفض إسرائيل تبتع حماس بأي دور في غزة بعد الحرب. نحن لا نريد العودة للاستيطان في غزة، نريد غزة تكون منزوعة الطابع العسكري والمتطرف، وبعدها سنضمن أن هذه الجولة من القتال ستكون آخر جولة. نحن مستعدون للعمل مع الشركاء الإقليميين والآخرين لدعم إدارة مدنية محلية في غزة ملتزمة بالتعايش السلمي. أما عن الرهائن، لي رسالة أوجهها لحماس: أفرجوا عنهم، أفرجوا عنهم جميعا. الأحياء منهم يجب أن يعادوا أحياء، والأموات منهم تعاد رفاتهم إلى أسرهم، أسرهم الجالسة هنا معنا وفي إسرائيل تستحق كرامة دفن أحبتها، ليكونوا قادرين على تذكرهم والحداد عليهم. هذه الحرب سيدتي وسادتي، هذه الحرب لها أن تنتهي الآن. كل المطلوب هو أن تستسلم حماس وأن تتخلى عن أسلحتها وأن تفرج عن كل الرهائن، وأن لم تفعل، إن لم تفعل سنقاتل حتى نحقق النصر الشامل، ما من بديل عن ذلك. على إسرائيل أن تهزم حزب الله في لبنان. حزب الله هو تصوير للمنظمة الإرهابية المثالية القارات، قتلت أمريكيين وفرنسيين أكثر من أي مجموعة أخرى فيما عدا مجموعة بن لادن، قتلت مواطني الكثير من الدول الجالسة في هذه القاعة هنا. هاجمت إسرائيل بضراوة في السنوات الماضية وفي العام الماضي دون أي استفزاز. بعد قيام حماس بيوم بذبحنا في 7 أكتوبر بدأت حزب الله هجماتها ضد إسرائيل. اضطرت 60,000 إسرائيلية في الحدود الشمالية لمغادرة ديارهم، أصبحوا هم لاجئين في أرضهم. حزب الله حولت مدنا حية في شمال إسرائيل إلى مدن تسكنها الأشباح، فلتتدارسوا ذلك. إذا ما قررنا ذلك بالوضع الأمريكي، تخيلوا إن قام الإرهابيون بتحويل الباسو وسان دييغو إلى مدن فرغت من سكانها. اسألوا أنفسكم، ما هو مدى تحمل الحكومة الأمريكية لمثل هذا السلوك؟ هل ستتحمل ذلك يوما، أسبوعا، شهرا؟ أشك بأنها ستتحملها ليوم واحد حتى. ولكن إسرائيل تتحمل هذا الوضع لعام تقريبا، وهو وضع غير محمول. جئت هنا لأقول كفى ثم كفى. لن نرتاح حتى يعود مواطنون إلى ديارهم وبأمان. لن نرضى بتواجد جيش إرهابي على حدودنا الشمالية قادر على ارتكاب مذبحة من طراز 7 أكتوبر. 18 عاما وحزب الله يرفض تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الذي يشترط عليها سحب قواتها من حدودنا، بل قام حزب الله بالعكس، فقد زحف إلى حدودنا وقد حفر الأنفاق للتغلغل في مجتمعاتنا وأطلق الآلاف من الصواريخ على قرانا ومدننا. هذه الصواريخ أطلقت لا من مواقع عسكرية، هم يفعلون ذلك نعم، ولكنهم أطلقوا هذه الصواريخ والقذائف بعد زرعها في المدارس والمستشفيات والشقق السكنية وفي بيوت مواطني لبنان. هم يعرضون شعبهم للخطر، يزرعون قذيفة في كل مطبخ ويزرعون صاروخا في كل بيت
أقول لكم لشعب لبنان اخرجوا من قبضة حزب الله المميتة، لا تتركوا لحزب الله بأن يجر لبنان إلى الهاوية. نحن لا نحاربكم، نحن نحارب حزب الله التي اختطفت بلدا بكاملها وتهدد بتدمير بلادنا. طالما اختار حزب الله ضرب الحرب فإن إسرائيل لا خيار لها ولها كل الحق بأن تزيل هذا الخطر ليعود مواطنونا إلى ديارهم، وهذا ما نقوم به بالضبط. في هذا الأسبوع دمر جيش الدفاع الإسرائيلي مخزونات هائلة من صواريخ حزب الله التي بناها بتمويل إيران لعقود ثلاث، وقد قمنا بتصفية قادة قد سفكوا دماء إسرائيليين وأمريكيين وفرنسيين، ثم قمنا أيضا بتصفية من حل محلهم ومن حل محل من حله محلهم، ولهذا سنستمر بهذا الفعل حتى تتحقق كل أهدافنا. سيداتي والسادة، بلادي ملتزمة بالقضاء على نقبة الإرهاب التي تهدد كل المجتمعات المتحضرة، وإذا ما أردنا فعلا أن نعيش نعمة الشرق الأوسط فعلينا أن نستمر في الخطى التي بدأناها في اتفاقات أبراهام قبل 4 سنوات، بما في ذلك تحقيق اتفاقية سلام تاريخية ما بين إسرائيل والسعودية العربية. وبعد أن شهدنا النعم التي جاء بها اتفاق إبراهيم، الملايين الإسرائيليين الذين سافروا عبر شبه الجزيرة العربية فوق أجواء المملكة العربية السعودية وتوجهوا إلى دول الخليج، التجارة والسياحة والمشاريع المشاركة، السلام السلام. أقولها لكم، هذا السلام مع المملكة العربية السعودية سوف يأتي بالنعم على دولتينا، الاقتصاد، التجارة، السياحة، سيحول الشرق الأوسط إلى قوة عالمية، دولتينا لها تتعاون في الطاقة والماء والزراعة والذكاء الاصطناعي والكثير من المجالات الأخرى. مثل هذا السلام، وأنا واثق سيكون مفصلا تاريخيا مهما، وسوف يعلن مصالحة تاريخية بين العالم العربي وإسرائيل، بين الإسلام واليهودية، بين مكة والقدس. وإسرائيل ملتزمة بهذا السلام، بينما إيران و حليفاتها الإرهابية ملتزمة بإغراق هذا السلام. لهذا فإن أفضل وسيلة لمكافحة أغراض إيران الخبيثة تأتي عبر إقامة السلام، سلام يشكل قاعدة لتحالفات إبراهيمية أوسع، منها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وشركات إسرائيل في السلام حاليا، وكل من يختار درب السلام سينهض بالسلام والازدهار في كل الشرق الأوسط ويعود بالمنفعة الهائلة على العالم الغربي. بدعم أمريكا وقيادتها فإن هذه الرؤية لها أن تتحقق، وستتحقق عاجلا وليس آجلا. وأنا بصفتي رئيس وزراء إسرائيل سأبذل قصارى جهدي لأحقق هذه الرؤية. هذه فرصة علينا نحن والعالم ألا نضيعها. سيداتي وسادتي، إسرائيل اختارت المضي إلى الأمام لمستقبل مزدهر ومسالم. إيران وحلفاتها اختارت هي أيضا، هي اختارت الانتحار والعودة إلى عصور مظلمة يعمها الدمار والإرهاب. وأوجه سؤالا عليكم، ما هو خياركم أنتم؟ أتختار أممكم الوقوف إلى صف إسرائيل، إلى صف الديمقراطية والسلام، أم أتقفون إلى صف إيران ديكتاتورية وحشية تقمع شعبها وتصدر الإرهاب عبر العالم؟ وفي هذه الحرب ما بين الخير والشر علينا أن
نقف ثابتين. عندما تقفون إلى صف إسرائيل فأنتم تدافعون عن قيمكم ومصالحكم. نعم نحن ندافع عن أنفسنا، ولكننا ندافع عنكم، ندافع عنكم ضد عدو مشترك الذي يسعى عبر العنف والإرهاب إلى تدمير حياتنا. لهذا علينا على الأمور ألا تختلط علينا، وللأسف فالاختلاط قائم وقائم كثيرا في الكثير من الدول وفي هذه القاعة كما سمعت للتو. الخير يصور كالشر والشر يصور كالخير. شهدنا هذا الاختلاط عندما توجه التهم الكاذبة بحق إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية، بينما نحن ندافع عن أنفسنا من الإبادة الجماعية. أشهد ذلك عندما توجه تهم مجنونة ضد إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية بأنها تجوع الفلسطينيين في غزة عن قصد. هذا ضرب من الجنون. نحن أدخلنا 700 ألف طن من الغذاء إلى غزة، هذا يعني أكثر من 3000 سعرة حرارية يوميا لكل رجل وامرأة وطفل في غزة. نشهد المزيد من الخلط عندما توجه اتهامات باطلة بحق إسرائيل بأنها تستهدف المدنيين عمدا. نحن لا نريد شخصا بريئا واحدا يقتل، هذه مأساة دائما، ولهذا نبذل قصارى جهدنا لتقليص الخسائر ما بين المدنيين حتى مع استخدام أعدائنا للمدنيين كدروع بشرية. ولم يفعل الجيش كما فعل جيش إسرائيل للتقليص من الإصابات المدنية. نحن نقوم بإرسال رسالات النصية ونقوم بإجراء الملايين من المكالمات الهاتفية ونوزع أيضا المنشورات لننذر ونحذر، ونحن لا نوفر جهدا هنا. كما نشهد أيضا خلطا أخلاقيا عميقا عندما من يسمي أنفسهم بالمتقدمين ويقومون بالسير في مظاهرات ضد إسرائيل، ألا يدركون أنهم بذلك يدعمون الإرهابيين بدعم إيرانيين؟ إيرانيون إرهابيون قاموا بشنق المثليين وضرب النساء بسبب عدم ارتدائهم للحجاب وضربهم للمتظاهرين. إيران تمول وتؤجج الكثير من المظاهرات ضد إسرائيل، وبعض المتظاهرين بل كثير من المتظاهرين في الخارج في خارج هذا المبنى قد يكونوا مدعومين منها. السادة الحضور، قال الملك سليمان الذي حكم في عاصمة الأبدية القدس قبل 3000 عاما وأعلن أمرا قد يكون مألوفا عليكم جميعا، إذ قال: ما من جديد تحت الشمس. في عصر وصلنا فيه إلى الفضاء واخترعنا فيه الذكاء الاصطناعي والفيزياء الكونية، قد يتساءل البعض عن هذا البيان، ولكنني أقول أمرا لا شك فيه: ما من شيء جديد أبدا في الأمم المتحدة بالتأكيد. اسمعوها مني، أنا ألقيت خطابا للمرة الأولى من هذه القاعة في 1994 كسفير لإسرائيل في الأمم المتحدة قبل 40 عاما بالضبط، وأعتقد أن هذا نفس المنبر. وفي أول بيان ألقيته هنا في ذلك الحين تحدثت ضد اقتراحي طرد إسرائيل من عضوية هذه المنظمة. مرت 4 عقود وأجد نفسي أقف على نفس المنبر لأدافع عن إسرائيل ضد نفس ذلك الاقتراح الغريب. ومن يقود هذه المساعي الآن؟ ليست حماس بل عباس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. هذا هو الرجل الذي يدعي أنه يريد السلام مع إسرائيل، ولكنه يرفض التنديد بالمذبحة المخيفة في 7 أكتوبر، يدفع المئات من الملايين للإرهابيين الذين يذبحون الإسرائيليين والأمريكان، وكلما تقتل كلما يزداد مرتبك. وهذه ويقوم أيضا بشن حرب دبلوماسية دون هوادة ضد حق إسرائيل في البقاء والدفاع عن النفس، وهما نفس الشيء، لأنك لم تكن قادرا عن الدفاع عن نفسك لن تكون قادرا على البقاء لا في حينا ولا في حيكم. أنا أقف على هذا المنبر قبل 40 عاما، قلت مقدمي ذلك القرار الغريب، قلت لهم: أرجو منكم أن تتركوا تطرفكم عند الباب. واليوم أقول للرئيس عباس وأقول لكم جميعا من يدعم من ذلك القرار: أنتم اتركوا تطرفكم عند الباب. إن
هذه الأمم المتحدة قد جعلت من هذه المنظمة منظمة تندد بها أمم العالم، ولكن بالنسبة للمتطرفين فإن بيت الظلام هذا أصبح بيتهم. يدرك بأنه في بحر من السموم المعادية للسامية لهم من يدعمهم، وفي أي ويستطيعون أن يضمنوا بأن أي اتهامات مجنونة وأي محاولات مجنونة ضدنا سوف تحظى بالدعم. في هذه القاعة أصدرت قرارات ضد بلادي في العام الماضي أكثر من أي قرار صدر بأي دولة أخرى في العالم، أكثر من ذلك بالضعفين. منذ 2014 نددت هذه الهيئة إسرائيل ب 174 مرة، نددت باقي دول العالم 73 مرة. هذا أكثر من 100 تنديد إضافي استهدف فقط الدولة اليهودية. هذا نفاق، هذه الزجاجية من المعايير، هذه مسخرة. كل الخطابات التي سمعناها اليوم وكل العدائية التي وجهت إلى إسرائيل اليوم لا تتعلق بغزة، هي عن إسرائيل، ولطالما كانت عن إسرائيل، لطالما كانت عن بقاء إسرائيل. وأقول لكم حتى تعامل إسرائيل الدولة اليهودية كحال الدول الأخرى، وعندما نقوم بتجفيف هذا المستنقع المعادي للسامية فإن الأمم المتحدة سوف يعتبرها سكان العالم المصفين بأنها مهزلة لا أكثر. ونظرا لاستشراء المعادلة السامية في الأمم المتحدة فلا يدهج أحد أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إحدى هيئات تابعة للأمم المتحدة يتدارس إصدار أوامر اعتقال بحقي ووزير الدفاع الإسرائيلي المنتخبين ديمقراطيا لقيادة دولة إسرائيل الديمقراطية، وإن المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية قد تسرع ويرفض أن تقوم إسرائيل بمحاسبة مواطنيها في محاكمها الوطنية كحل للديمقراطيات الأخرى في العالم. وهذا ما هو إلا معاداة للسامية بكل معنى الكلمة. سيداتي وسادتي، مجربو الحرب ليسوا في إسرائيل، هم في إيران، في غزة، في سوريا، في لبنان، في اليمن. من منكم يقف إلى جانب هؤلاء المجرمين، مجرمي الحرب، يقف إلى جانب الخير أو إلى جانب الشر ضد الخير، إلى جانب النقمة ضد النعمة؟ ومن يفعل ذلك عليه أن يخجل من نفسه. ولكنني أبلغكم برسالة، ستنتصر إسرائيل في هذه المعركة، لأننا لا نواجه خياراً آخر. بعد أجيال ذبح فيها شعبنا ولم يدافع عنا أحد، باتت لنا الآن دولة وجيش شجاع وعتيد، ونحن ندافع عن أنفسنا. وكما قال سفر صموئيل، إن أبدية إسرائيل لن تهتز. وفي رحلة شعب إسرائيل التاريخية في العصور القديمة والمعاصرة، هذا الوعد بقي قائما وسيبقى قائما إلى الأبد. وكما قال شاعر مشهور، فإن إسرائيل لن تنهزم بسهولة، ولن نحتاج أبدا لمكافحة انطفاء الضوء، لأن نور إسرائيل سوف يبقى مضيئا إلى الأبد. إلى شعب إسرائيل، إلى جنود إسرائيل، أقول اثبتوا وابقوا على شجاعتكم. אדוני אלוהיך הוא ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך.
عم إسرائيل حي. The people of Israel live. يحيى شعب إسرائيل وسيحيا اليوم والغد وإلى الأبد. وشكراً.